وصلنا سمر هيك لفقرة كتير حلوة ومميزة وبتعطينا وبتمنحنا طاقة. أكيد رح نسلط الضوء على أنشطة الجمعية الفلكية السورية وخطوات أكيد لهم مبروك لبناء مرصد فلكي كبير. رح نتحدث عن دوره وعن أهميته وتأثير هالعقوبات الجائرة عليه. أكيد بدنا نرحب بضيفنا الدائم والمميز الدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية الفلكية السورية. كيفك دكتور؟ سعدي يسعد صباحك. صباح الورد سمر. صباح الورد يسعد صباحكم يا رب. يسعد صباحك. أول شيء ألف مبروك ويعطيكم ألف عافية على هذا الإنجاز الرائع. خلينا نحكي أكيد عن بناء المرصد الفلكي، وين وصلتوا هلأ فيه؟ قلت لي 10 أيام أنتم إن شاء الله حتخلصوه. خلينا نحكي عن أهميته ودوره بهالوقت. تمام. طبعا المرصد الفلكي هي ما هي فكرة جديدة، هي من أول ما تأسست الجمعية نحن اطلعنا على كل دول العالم لقينا عندها مراصد، هي المراصد مفتوح أبوابها للأطفال، زرنا هالمراصد استمتعنا فيها، لقينا إنه ليش نحن لا؟ يعني بكل بساطة ليش سوريا ما يكون عندها مرصد؟ لا لازم يكون عندنا مرصد، نحن ما لنا أقل من حدا، عندنا العقول، عندنا المهندسين، عندنا الخبرات. فبدأت الفكرة من 2005، ما كان عندنا الإمكانيات، ما كان عندنا المتبرعين اللي نقدر نحن نساوي فيه مرصد. بعام 2011 تيسرت للجمعية عمليات تمويلية من خلال القطاع الخاص، وقعنا اتفاقية مع شركة هولندية على استيراد اكبر تلسكوب كان بالشرق الاوسط كامل، يعني بكل المنطقه العربيه. هذا الكلام بال2011، وفعلا بدانا انه نبحث عن ارض مناسبه لهذا المرصد. مع بدء الازمه السوريه والحرب الكونيه على سوريا مباشره كان اول عقوبه ضدنا منع توريد المرصد. خسرنا وقتها 10% من سعر التلسكوب، وتعاقبت الجمعيه الفلكيه السوريه وانحجز المرصد. بعام 2018 قررنا ندخل الاتحاد الدولي للفلك. طبعا كان في، خليني احكي بصراحه وبكل وضوح، استهزاء عالمي انه شلون سوريا رح تدخل الاتحاد الدولي للفلك وما عندها قدرات وما بتحقق الشروط. حاربنا وقاتلنا، حقولها بالعاميه، لحتى حققنا كل الشروط. وبعام 2018 باب 2018 دخلنا الاتحاد الدولي للفلك. دخولنا الاتحاد الدولي للفلك اجبر الاتحاد الدولي للفلك على تسهيل بعض البيانات الفلكيه الخاصه برواد الفضاء، الخاصه بمركبات الفضاء، الخاصه بمهمات الفضاء، لانه نحن لنا صوت. من 91 دوله عضو بالاتحاد الدولي للفلك، يجب ان تكون سوريا مطلعه على كل الابحاث وكل المهمات الفضائيه. هذا اكد دورنا على وجود مرصد. العالم كله بده يرصد اجرام محدده، هي الاجرام لما اكون انا عم مرصدها ليلا لما تشرق الشمس بدها تختفي من عندي، فانا بحاجه الى دوله اخرى لتتبع رصدي. يعني العلوم الفضاء والفلك شئنا ام ابينا هي تعاون دولي، ما بيصير دوله لحالها تشتغل بعلوم الفضاء والفلك، في دول في تعاون. هذا الشيء ايضا ساعدنا على خلينا نعلي الصوت، بدنا تلسكوب كبير. طبعا قدرنا بالحمد لله رب العالمين انه ايضا نرجع نقنع القطاع الخاص بدعم هذا المشروع، وفعلا صار التلسكوب متواجد في سوريا. العقوبات فعلا منعت استيراد هيك تلسكوب، نحن فوتناه بطريقه خاصه. لاحقا ان شاء الله بالمستقبل بعد ما تنتهي الازمه فيلم كامل بينحكى عن كيفيه ادخال التلسكوب وكيف المعاناه وكيف الصعوبات اللي تحملناها لحتى دخل التلسكوب لسوريا. طبعا اضطرينا ندخله ما يركب لنا يا حدا، بالعاده هيك تلسكوبات بتصنعها شركات ضخمه جدا، بيروح فيها مهندسين لمكان نصبه التلسكوب، هنن بيبنوا المرصد، هنن بيعملوا الاجهزه الالكترونيه، هنن بيعملوا الدارات، هنن بيعملوا كل شيء وبيحطوا البرامج. تفضلوا على المفتاح مثل ما بيسموها. لا نحن ما كان عندنا كل هالرفاهيه، ما حدا قدم لنا شيء، اعتمدنا على خبرات سوريه، على المهندسين السوريين يلي بحثوا ودرسوا وتعبوا، وبعثناهم زيارات لحتى شافوا كيف تنبنى المراصد. نعم. وبالفعل حققوا هالانجاز ببلدنا. نعم. تركب التلسكوب، تركبت قاعده التلسكوب، التلسكوب صار موجود بسوريا. الان نحن فقط عمليات تدريبيه للشباب الجمعيه، لكادر الجمعيه. نعم. عمليات خلينا نسميها برمجه التلسكوب ببرامج سوريه، بحيث انه نحن نقدر نستخدم التلسكوب بطرقنا الخاصه، نقدر نحن نشوف شو الابحاث اللي بدنا نشتغل فيها على التلسكوب، شو هي الدراسات، كيف بده يخدم هذا التلسكوب الشعب السوري، كيف بده يخدم هاوي الفلك، كيف بده يخدم المصور الفلكي، كيف بده يخدم طالب الدراسات العليا، الجهات الحكوميه، الارصاد الجويه، الاستشعار عن بعد الى اخره. هذا كله الان عم نحط المخطط العريض لانطلاقه. نعم. هذا الانجاز يلي بهالوقت صراحة هذا الإنجاز يعتبر ضرب 10. تمام.
لانه لا نحن دوله عايشه بحاله راحه، حاله خلينا نقول مرتاحه اقتصاديا، يعتبر بناء مرصد شغله بسيطه، لا نحن علينا عقوبات. فالانجاز بوقت يكون فيه الامور صعبه هو افضل بكثير واحلى واجمل ومتعته ولذيته اطيب من انجاز ونحن والله قاعدين لافين رجل على رجل مترفهين وعم نبني مرصد. فعلا هي فرق كثير كبير، وتوقيت بناء المرصد كان توقيت فعلا مناسب لنا ببلدنا، توقيت اجى بوقته تمام الحمد لله، ما كان مخطط انه يكون بهالوقت، قدرنا نسهل الامور ليكون بهالوقت. يعني عم تحكي دكتور وانا هيك قلبي عم اقول انه هالانجاز مو بس عظيم وايضا بدل قد ايه نحن اذا بدنا شيء كسوريين يعني بده يصير، المهم عندنا النتيجه تمام. يعني رغم الصعوبات والضغوطات والعقوبات ولكن تركب المرصد، تركب المرصد صحيح. والنتيجه هي نحن نلناها، هذا دليل انه نحن بنقدر نعمل يلي بدنا اياه بالتصميم والاراده. خلينا نحكي عن اهميه هذا المرصد، شو بيحقق لنا لنا. اكيد يمكن انت حكيت كلمه كثير مهمه انه نحن ما لنا بحاله رخاء او حالات مرتاحين فيها، ولكن نحن انجزنا. خلينا نحكي عن الاهميه. طبعا اهميه المرصد فعلا كثير كبيره. اولا عندنا شقين، الشق الاول اكاديمي بحثي، في عندنا كثير طلاب نحن لمسناهم عم يطلعوا خارج سوريا ليكملوا ابحاثهم دراساتهم حتى في مجال علوم الفضاء والفلك. ليش؟ لانه ما كان عندنا الاحتياجات والامكانيات. اليوم توفرت الاحتياجات والامكانيات، هذا بيساعد بعض الطلاب علوم الفضاء والفلك او دراسات عليا او الفيزياء او الكيمياء او الجيولوجيا او حتى طب الفضاء او الهندسه، بالذات الهندسه، انه يعملوا ابحاثهم صاروا بسوريا. اذا شق اكاديمي. الشق الثاني الشق شعبوي، اي الطفل صار عندنا يتطلع بالتلسكوب يشوف الكوكب كوكب يعني حجمه كبير، يشوف العواصف على المشتري، يشوف المريخ والقرنصوتين الثلجيتين، يشوف الصور الحقيقيه اللي من نحن نطلع عليها على الانترنت ونتحسر، يا الله امتى حيصير عندنا هيك صور؟ الان صار في بالامكان انه نصور ونعمل هالانجازات، الان فينا صار نستكشف الكواكب خارج المجموعه الشمسيه، ندرس كميه تلوث غاز ثاني اكسيد الكربون بجونا ومناخنا، ناسس لخطوه ثانيه باتجاه انه يكون عندنا بالمستقبل ان شاء الله قمر صناعي سوري، نعمل ابحاث دراسات عن كيفية الحفاظ وأين تقع الثروات الباطنية في بلدنا، أين الأراضي الصالحة للزراعة، نستقبل بيانات ومعلومات من كل دول العالم ونرسل لها بيانات ومعلومات، نعلم الجيل الجديد أهمية البحث العلمي وزراعة حب العلم. علوم الفضاء والفلك علوم كتير حلوة وهي فعلا محفز للجيل انه يبحث ويتعلم بالعلم اكثر. يعني هذا الطفل يلي اسف سمر يلا ثواني يلي حسيتك بدك تساليني، هذا الطفل يلي عم يضيع وقته كثير على الموبايل والالعاب، لا خلينا نحن نستثمر هذا الوقت بامور ثانيه. تفضلي سمر انا اسف. تمام. لا كنت بدي اسالك انه هذا المرصد مرتبط بالانترنت صحيح، خلينا نحكي عن هاي القصه انه في متاحه لكل الشعب السوري، اذا فات على رابط الصفحه ممكن هو يتابع ويشوف النجوم ويشوف السماء ويشوف كل هال الاشياء. خلينا نحكي عن التواصل مع رواد الفضاء بين الطلاب وبين يعني وبينكم، يعني انتم كيف حتخلوا الطلاب يتواصلوا مع رواد الفضاء يقعدوا يسالون؟ خلينا نحكي عن هي القصه قديش كمان مهمه وبهالوقت كمان. بصراحه هي النقطه يلي نحن بصراحه اشتغلنا عليها كثير، يلي هي كالتالي: المراصد بالعالم بكل العالم لما نحن نعمل بحث او بدنا نستخدم المرصد بدنا ندفع في رسوم بدها تنتفع، نحن لا بسوريا عملنا شغله بصراحه حتى يعني الاتحاد الدولي تفاجئ فيها، انه لا نحن حيكون مجانا كاملا مربوط مع شبكه انترنت مع موقع محدد هو موقع الجمعيه، بحيث اي انسان باي مكان في العالم بيقدر يدخل على الرابط، في بيكون جدول حجوزات انه مثلا الساعه كذا الساعه كذا التلسكوب فاضي فارغ ما عنده شغل، بيعمل البحث مثلا بده يبحث عن كوكب خارج المجموعه الشمسيه، بده يبحث عن النشاط الشمسي وتاثيره على المناخ، بده يبحث يا ترى في عندنا بقع شمسيه، يعني في انخفاضات درجه حراره، بده يبحث يا ترى في عندنا تلوث، يعني اي شيء بيخطر ببال بيفيده بيفيد بحثه وبيفيد الناس كجهات حكوميه وجهات الى ذات علاقه، بيقدر يفوت باي لحظه من بيته. كمان هي بسبب أزمة كورونا اجتنا الفكرة، من بيته ممكن يبحث ويكمل ويتحكم بالتلسكوب بكل سهولة. وفي صراحة نحن كمان كان عنا اهتمام بهالنقطة. ليش؟ لأنه باقي المحافظات السورية نحن ما بدنا نظلم باقي المحافظات السورية. أنا بهالحالة كادر الجمعية الفلكية السورية اللي بحلب أو بطرطوس أو باللاذقية لما يعمل أي نشاط بيقدر يفرجي الناس المشاركين بالنشاط على الكواكب وعلى الأجرام السماوية وهو بمحافظته، وبالتالي سهرنا كثير أمور. بالنسبة للتواصل مع رواد الفضاء، بالفعل نحن فعليا عادة كل فترة وفترة نتواصل نبعث أسئلة وكذا،
لكن في فترات تمر محطة فضاء دولية فوق سوريا، وبالذات كانت الفترة الماضية هي ذروة المرور، 4 أيام متواصلة مرت محطة الفضاء. الاتحاد الدولي بيعمم ترددات على بعض الأعضاء بالاتحاد الدولي ليتواصلوا مع رواد الفضاء، لأنه هون فرصة نحن نستقبل رد الأمواج الراديوية القادمة من محطة الفضاء، وبالتالي نقدر نتواصل معهم مباشرة لايف، يعني الآن ناو مباشرة. فبنسالهم بيعملوا لنا تجربه، يعني مثلا شلون بتشربوا؟ والله نحن هيك بنشرب. لا بنشرب بمصاصه عديمه الرجوع، نحن بنغسل ايدينا هيك، لا مو هيك، هي كلها حلوه كثير. فما كان عندنا هي الترددات لانه ما كان عندنا تجهيزات اللازمه. الان صار في تجهيزات لازمه، رح تلاحظوا قريبا رح ندعي الاطفال بايام محدده، تعالوا عندكم اسئله لرواد الفضاء، وجهوها لرواد الفضاء، رواد الفضاء بيعملوا لهم محاكاه تجارب، وهذا حقنا كاعضاء بالاتحاد الدولي للفلك. هذا الشيء ايضا بحفز خلينا نسميها التفكير بالحياه الفضائيه، انه كيف الانسان بيعيش بالفضاء، كيف بياكل بالفضاء، كيف مثلا بيغسل ايديه بالفضاء، كل هي امور اليوم عم تنعكس علينا على الارض. يعني مثلا كل التكنولوجيا اليوم على الارض اتت من الفضاء، الموبايل، اتصالات الخليويه هي كانت علوم فضاء وفلك، الليزر، طب الليزر علوم فضاء وفلك. أحدث شيء حتى صورة السيلفي، على فكرة أول من أخذ صورة سيلفي هو رائد الفضاء نيل أرمسترونغ على سطح القمر، يا حرام ما كان في مين يصوره، فأخذ صورة سيلفي لحاله. فإذا كتير تكنولوجيا طابعة ثلاثية الأبعاد اليوم اللي هي حتدخل بيوتنا قريبا، يعني هي الطابعة ثلاثية الأبعاد رح تدخل بيوتنا بالمستقبل القريب، تكنولوجيا العصر القادم. أنا بدلا مثلا ينكسر عندي مغسلة، حنفية المغسلة، الصنبور، أنا ما في داعي روح انزع السوق اشتري، صارت طابعة ثلاثية الأبعاد تطبع لي إياها. أنا بدي كاسة، تطبع لي الطابعة ثلاثية الأبعاد كاسة. هذا تكنولوجيا المستقبل. هي من وين اجت؟ اجت من محطة الفضاء، من رواد الفضاء. مو معقول كل محتاج وشغلة ألو أرد بعثوا لنا كاسة، والله انكسرت كاسة رائد الفضاء الفلاني، بيبعثوا صاروخ كامل مشان كاسة، مو منطق. وبالتالي ساووا طابعة ثلاثية الأبعاد، وأيضا اللي هي أصبحت متوفرة لدينا في الجمعية الفلكية السورية مع التلسكوب. نعم، يعني دكتور محمد عم نتحدث عن امور هلا يمكن مشاهدينا يقول شو عم يحكوا، معقول نحن يصير عنا هيك؟ نحن قبل كنا نستغرب انه معقول نحن نقدر نحكي مع بعض، معقول نحن نوصل للعالم، وفعلا عبر شبكه الانترنت نحن وصلنا. ايضا نحن اليوم عم نبدا خطوه خطوه لنقدر نعمل الشغلات اللي نحن بنقول مستحيل نقدر نحن نساويها. يعني خلينا بس هيك نحكي صار قبل ما نروح للموجز عن المرصد. هلا نحن بنينا المرصد، في شغلات ثانيه وتوابع ثانيه هيك ليكتمل، او لا مجرد بناؤه هو اكتمل، ولا في يعني خطه عم تحطوها لعمل معين؟ لا بصراحه في خطه واضحه جدا بذهننا، اللي هي اولا بناء مرصد بدمشق، بعدين استكمال المشروع بباقي نعم. المحافظات لربطه بشبكه كامله ليقدم معلومات اكثر وبيانات اكثر، بعد ما نربطه بشكل كامل متكامل، توجه باتجاه المراصد الراديويه لالتقاط ترددات والتواصل مع المحطات الرصديه والى اخره، ثم مستقبلا التوجه مع الجهات الحكوميه ذات الصله لاطلاق اول قمر صناعي سوري. هذا هدفنا البعيد خلينا نقول، اللي عم نسعى لتحقيقه هو اطلاق قمر صناعي سوري. يعني مو عيب نحلم، مو عيب ننجز، لانه نحن بظل بوقت لازم ننجز، ما نضل قاعدين وعم نتفرج، لا لازم ننجز. فبالتالي في شيء ببالنا عم نسعى بكل ما اوتينا من قوه التوجه باتجاهه وتحقيقه. توجهنا بصراحة الخط النهاية عنا أنه يكون عنا قمر صناعي سوري، سوري الصناعة، سوري التقنية، سوري التكنولوجيا، يكون تردداتنا وقنواتنا الفضائية عبره، اتصالاتنا عبره، نعم. يقدم الخدمات لكل صحيح. الناس عبره. صحيح. أكيد دكتور، أنتوا استقطبتوا كجمعية الكبار والصغار، الهواة ووسائل الإعلام وحتى ذوي الاحتياجات الخاصة. خلينا نحكي عن نشاطاتكم المستقبلية كجمعية الفلكية السورية. طبعا اليوم عندنا ليله رصد، اليوم نصور ونشوف هلال شهر رجب، طبعا قربنا لانه شهر رمضان كل عام وانتم بخير، فكمان بيزداد نشاط الجمعيه. عندنا مبادره الفلك الصغير باوجه الان، وكثير كثير عامله صدى كثير كبير، استقطاب الاطفال، استقطاب الشباب، المبادرات الشبابيه، فعلا عندنا نشاطات كثير حلوه بالايام القادمه. قربنا لفصل الربيع، فصل الربيع دائما بيحمل معه بآدار ونيسان نشاطات كثير متعدده. الشتاء كان نحن شوي من الضبط شتويا، خلينا نقول
بيقول لانه بيكون السماء غايمه كثير عمليات رصد صعبه علينا، فبننتظر الربيع والصيف لحتى نعمل نشاطات اكثر واكثر. وصدقوني هالسنه ان شاء الله بوجود هالمرصد راح يكون في بصمه واضحه، حيكون في انجازات حلوه، حيكون في شيء على شيء ملموس للناس، انجازات حلوه للجمعيه الفلكيه السوريه. حلو كثير دكتور محمد، نحن بنتمنى انه يكون وقتنا معك اكبر، ولكن بدنا نشكرك، بدنا يكون لنا وقفات ثانيه، وبدنا نعرف نحن اليوم شو راح يصير، يعني بدك تخبرنا بالحلقه القادمه شو صار اليوم اكيد، وان شاء الله يا رب هيك مثل ما حكينا تحت الهواء، نحن رغم كل شيء رح ننطلق ورح نورجي العالم انه نحن بابسط شيء فينا نتفوق عليهم. شكرا لك. نقدر سالي، نقدر اكيد سالي. يسعد صباحك. يسعد صباحك دكتور، شكرا لك، واكيد هذا الانجاز العظيم فخر لنا نحن السوريين، واكيد حنتابع كل شيء حيصير معكم. شكرا لك دكتور. شكرا لك، يسعد صباحكم يا رب. صباحكم.